أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الإعداد المنهج الجديد. طبعا هنبدأ نشرح إن شاء الله، دعواتكم كده نكمل الترم الأول من كتاب جيم إن شاء الله. الدرس الأول والثاني هنقرأ دراكتي في الفيديو ده، مش هنطول إن شاء الله، هنقرأ بس الكلمات عشان نوفر على الناس إنها تبص فين أو تدور على النت وكده، فهنقرأ لهم إن شاء الله، تيسر عليهم الأمور اللي بياخد درس وكده أو ما بياخدش برضه، فيتابع معانا بعون الله. درس الأول والثاني عندنا أول كلمة، عندنا كلمتين daily daily daily، مش daily، لا daily، يوميا، جاي من كلمة day. يتناول الغداء have lunch have lunch have lunch، تمام. help to make dinner help to make dinner، يساعد في إعداد العشاء help to make dinner. always دائما every كل. a block of flats، عمارة سكنية a block of flats. طيب listen to music، يستمع إلى الموسيقى listen to music. play sports، يلعب رياضة play sports. طيب read on the sofa، يقرأ على الأريكة أو الكنبة read on the sofa. okay. بعد كده never أبدا often أو often، الاثنين صح غالبا. best friend، الصديق المفضل أو المقرب. routine، طبعا الروتين أو نظام اليومي. text friends، يراسل أصدقائه برسائل نصية text friends، تمام. sometimes أحيانا usually عادة interview مقابل أو حوار interview. طيب مفردات الإضافية جايبها لك bakers بالأبوستروفيس هنا مخبز، المكان نفس المخبز bread خبز cook يطهو أو يطبخ country بلد أو دولة يعني hobby هواية interest اهتمام parents اللي هم الوالدين person شخص prefer يفضل school day يوم دراسي topic موضوع blog مدونة إلكترونية everyone كل واحد favorite مفضل flat شقة flat free time وقت الفراغ free time fun مرح grandma جدة وما تقولش grandma ما تنطقش الدي grandma ما بتنطقش الدي here's ها هو prefer قلنا يفضل school day يوم دراسي topic موضوع something شيء ما somewhere مكان ما study يدرس أو يذاكر subject مادة دراسية. طيب التعبيرات اللغوية come home يجي البيت أو يأتي البيت do activities يؤدي أنشطة يقوم بعمل أنشطة يعني do homework يؤدي الواجب المنزلي. طب get home يصل للبيت برضو get to bed يذهب للفراش have a routine لديه روتين أو نظام يومي have كوفي يتناول القهوة ميك بريكفاست يعد الإفطار ميك بريكفاست تيك باص ياخذ الأتوبيس يركب أتوبيس يعني واتش تي في يشاهد التلفاز. طيب دو اكسرسايز يؤدي تمارين بيتمرن يعني هاف بريكفاست يتناول إفطار يفطر يعني هاف فن يمرح ليف هوم يغادر المنزل يسيب البيت بلاي تشيس بيلعب شطرنج بلاي كمبيوتر جيمز بيلعب ألعاب كمبيوتر That's why لهذا السبب the same as نفس الشيء أو مثله the same as. طيب حروف الجر طبعا هو هنا مش مجرد كلمات ده طبعا language expression تعبيرات لغوية يعني بيجوا مع بعض يعني حضرتك لما أو حضرتك لما تجي تحفظوه يا ريت تحفظوه على بعض تكرروها come home do activities do homework وهكذا لحد ما تشبك الكلمتين في دماغكم وتكرروها تمام. دي التعبيرات اللغوية. في حدث ما اللي هي prepositions اللي هي حروف الجر حروف الجر يعني كلمات أو عبارات ملتحقة بها حروف جر أو مميزة فيها الحروف الجر خصوصا الناس بتغلط وتحط حرف جر تاني يعني مثلا لو at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع أنت وبالترجمة في عطلة نهاية هتقول in طبعا لا at the weekend. طيب في المستشفى at the hospital أو at hospital days of the week أيام الأسبوع day of the week تمام. For breakfast على وجبة الإفطار for breakfast get to يصل إلى help with يساعد في embed في الفراش on a way to في الطريق إلى on holiday في إجازة خلاص ممكن أنت لو شغلت مخك في إجازة فهتقول إيه in holiday لا مفيش حال اسمه in on holiday a photo of صورة لي at break في الفسحة at home في البيت different to مختلف عن in the holidays in the holidays في الإجازات on the right على اليمين spend time on يقضي وقتا في
study hard for يذاكر بجد ليه talk to يتكلم مع جيب لك الكلمة وعكسها AM عكس طبعا PM دي صباحا ودي مساء before طبعا عكس after قبل وبعد late و early مبكر ومتأخر late طبعا متأخر the same نفس الشيء different مختلف good for مفيد لي bad for مضار بي important هام an important غير هام more أكثر less أقل. بعد كده جيب لك الأفعال والتصريف buy يشتري bought bought come يأتي came come get up يستيقظ او ينهض got up بعد كده go يذهب went gone make يصنع made read يقرأ read sit يجلس sat take يأخذ talk taken learn يتعلم learned او learned الاثنين صح learned have يترك او يغادر left sleep ينام slept طيب التمارين على الكلام ده بيقول لك I like to do my nugget exercise طبعا ايه daily ليه اليومية ليه الاكسرسايز اليومية daily my father likes to read stories nugget the sofa طبعا على الصوفة او الاريكة يعني on the sofa I usually nugget my friends to have fun after I do my homework طبعا text بكتب لهم text my friends تمام all children like to nugget sports السبورتس طبعا قلنا ايه play sports we do all the same thing every day when we are on holiday because my family like to have a routine يعني الروتين بتاعها طالما ايه بيعملوه كل يوم بعد كده my brother has an important nugget today we hopes to get the new job طبعا ايه بانترفيو طالما وظيفة بانترفيو my nugget friend is called Waleed I like him so much يبقى my best friend طالما بيحبه هو I live in a nugget of flat طبعا ايه بلوك قلنا لان دي عمارة a block of flats عمارة يعني I like to nugget to my grandma when she tells us stories before we sleep I like to listen عشان ايه بتقول لهم قصص we go to the nugget when we want to buy bread بنروح لمين بنروح للبيكرز المطعم المخبز young people should learn how to nugget their free time usually to spend انه يقضوا وقت الفراغ بتاعهم we went to the station to nugget the bus to طبعا ايه to take the bus عشان ياخدوا الاتوبيس students should study hard nugget their exams طبعا ايه for their exams عشان خاطر الامتحان I usually طبعا lunch with my mom and talk about my طبعا ايه make يعني هو بيجهز الافطار الغداء مع امه ويتكلم على اليوم لا دي الكلمات بقى بتاعت الدرس الاول والتاني المرة الفيديو القادم والاكسرسايز بتاعتها هناخد القاعدة والاكسرسايز بتاعتها بإذن الله دعواتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته